هنبدأ فقرة توب هاشتاج النهاردة مع المدرب البلجيكي فرانكي فيكوتيرن، واللي اعتذر فجأة ومن غير أي مقدمات عن تدريب نادي الزمالك بعد ما اتفق على كل البنود والتفاصيل الخاصة بالتعاقد. وكان من المقرر أن يوصل النهاردة، لكن اعتذر بسبب خوفه من تكرار سيناريو البرتغالي إيناسيو مع نادي الزمالك، بعد ما جاله رسائل من بعض الوكلاء وبعض المعارف بتحذره من تولي مهمة نادي الزمالك، وأن الزمالك حطم الرقم القياسي في تغيير عدد المدربين في الفترة اللي فاتت، وأن المدربين الأجانب اللي دربوا نادي الزمالك الفترة اللي فاتت تعرضوا لمواقف صعبة وآخرهم كان إيناسيو. وده اللي خلى فرانك يتراجع في اللحظات الأخيرة عن إتمام التعاقد مع النادي الزمالك. وجمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا في اليومين اللي فاتوا دول ما كانوش معترضين على المدرب البلجيكي من الناحية الفنية، لكن كان عندهم اعتراض على صعوبة نطق اسمه. تعالوا نشوف ردود أفعال جمهور السوشيال ميديا على اسم فرانكي فيكوتيرن، والبداية مع سلمى واللي كتبت وقالت: فرانكي فيكوتيرن مدرب الزمالك الجديد، على ما ننطق بيكوتيرن هيكون مشي أساسا، فإحنا نقول له يا فرانكي وخلاص. عطلة نشر صورة كوميك وكتب: بقول لك هو مدرب الزمالك اسمه إيه؟ فرانكي فيكوتيرن. يا ريتني ما كنت سألت. أما بركات فكتب: أي حد بيحاول ينطق اسم فرانكي مدرب الزمالك بيتحول لبوحة الصباح وصحابه لما كانوا بيفتكروا كازينو الفروتيكانا. وكمان أحمد رأفت كتب: البلجيكي فرانكو فيكوتيرن لتدريب نادي الزمالك، ده مدرب ولا دواء كحة؟ والشعراوي قال: يا جماعة مدرب الزمالك الجديد اسمه فرانكي، فرانكي وبس، ملناش دعوة بالباقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا رد علي محمد اليمني وكتب: قال يعني هو هيكمل؟ ده ممكن يمشي في فترة الإعداد أصلا، وهو فعلا مشي قبل ما يجي. ولسه مع فرانكي واللي اعتذر عن تدريب نادي الزمالك، كل بسببه اشتعلت حرب البيانات الرسمية ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والثأر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق. المستشار مرتضى منصور اتهم أحمد حسن بأن هو السبب في فشل نادي الزمالك في التعاقد مع فرانكي، والثأر أحمد حسن رد عليه في بيان رسمي قال فيه أنه ما تكلمش مع فرانكي من قريب أو من بعيد عن نادي الزمالك، وأن كل اللي حصل أن أحمد مرتضى منصور هو اللي كلمه عشان يسأله عن المدرب ورأيه فيه، وهو قال له على كل إيجابياته وسلبياته بصراحة. وقال كمان الثأر في بيان أن رئيس نادي الزمالك دايما بيعلق فشله على الناس التانية، وكمان أحمد حسن استند لتصريح المساعد الخامس لفرانكي واللي قال أن سبب اعتذار فرانكي هو ضعف الراتب وحصوله على راتب بالجنيه المصري، وطبعا ده مش بسبب نصائح أحمد حسن والإرهاب والكلام اللي اتهموا بيه رئيس نادي الزمالك. من ناحية تانية كمان إدارة نادي الزمالك قررت أن هي تدور على مدرب أجنبي تاني عشان يتعاقدوا معاه لتدريب الفريق، ورفض مستشار مرتضى منصور فكرة التعاقد مع مدير فني مصري بعد ما ترشح لي من أحد أعضاء مجلس الإدارة أنه يتعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقصة. وبينضم لنا الأستاذ عبد الرحمن الشويخ الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير وعليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. منورنا في تايم اوت. وفي البدايه كده عايزه اعرف منك ايه السبب الحقيقي وراء رجوع فرانكي فيكوتيرن عن تدريب نادي الزمالك؟ والله هو النهارده كان يعني لغايه الصبح كان الامور ماشيه بشكل كويس، وفجاه الراجل بعت اعتذار بيقول ان هو مش عايز يجي مصر لاسباب خاصه. بعيد اسباب خاصه وعائليه، ما قالش هي ايه، بعيدا عن كل ما قيل والبيانات اللي خرجت من نادي الزمالك او غيرها، لكن دي الاسباب اللي الراجل قالها في الوقت ده. بالبحث اكتشفت بالصدفه ان هو موجود حاليا في روسيا للتفاوض مع احد الانديه هناك. طبعا هو كان ليه تجربه سابقه في الدوري الروسي قبل كده في احد في نادي كريفيا، احد انديه الدرجه الاولى، واللي قدر يرجعه للدوري الممتاز ثانيه مره ثانيه في 2014. والمعلومات اللي عندي ان هو حاليا موجود في روسيا للتفاوض مع احد الانديه هناك. كان في تصريح نازل من لحظات قليله او يعني خبر نازل في احد الصحف البلجيكيه بيقول ان هو يعني فضل ان عدم الاتفاق، عدم تفعيل الاتفاق مع نادي الزمالك لعدم وجود الضمانات الكافية له من إدارة النادي اللي بيغير عدد كبير من اللاعبين والمدربين خلال الأشهر اللي فاتت، علشان كده هو فضل أنه يخوض تحدي أجنبي جديد. طبعا في الخبر مش مذكور فين، لكن قدرت يعني من خلال بعض المصادر أوصل إلى أنه هو موجود حاليا في روسيا للاتفاق مع نادي جديد هناك.
طيب أستاذ عبد الرحمن، أنت شايف إيه اللي هيحصل مع نادي الزمالك في الفترة اللي جاية؟ هيقدروا يلاقوا بسهولة مدرب أجنبي بعد اللي حصل مع إيناسيو، ولا هيكون في صعوبة؟ والله هو مش صعوبة بقدر ما هي العملية محتاجة سرعة في إن أنت يعني الزمالك ضيع وقت كتير في البحث على مدير فني كويس، ودخل وأهدر وقت طويل. يعني الزمالك لو قدر كان فرانكي كان متواجد في مصر من فترة، كان ممكن يقدروا يتفقوا معاه، لكن الزمالك أجله وراح مشي ورا سراب بالتفاوض مع باولو أتوري. أو باولو أتوري كان مدرب معروف بيتقاضى كام، حقق واحد من الوكلاء قال لهم إن ممكن ينزل التعاقد لمليون ومئة ألف دولار سنويا، والراجل معروف إن هو عقده السنوي في النادي اللي هو ماسكه مليون دولار لوحده بخلاف المساعدين بتوعه. صحيح. وكمان يعني إريكسون اللي كان الراتب السنوي بتاعه 3 مليون. ده إهدار للوقت والجهد والمال، يعني التلاتة مع بعض يعني مش منطقي. فكان المفروض إن هم يعني كانوا ياخدوا إجراءات، لو هم خلصوا نفسهم من بدري ما كانوش وصلوا للمرحلة اللي هم فيها حاليا. لكن العثور على مدرب، المفروض الزمالك يحدد المدرب اللي هو عايزه، المدرب عايز الرينج بتاعه كام، ويبدا يشتغل على كده. يعني لسه من شويه كنت قريت ان هم بيفكروا في زيكو مثلا، مرتضى منصور بيستفسر عن زيكو. زيكو مرتبه كبير جدا وما ينفعش. صحيح. يعني لازم تبقى منطقي في طلبك. صحيح. انت حدودك مليون دولار سنويا، يبقى انت تدور على مرتب مدرب في الحدود دي. ما تهدرش. صحيح. وقت في ان انت تجيب حد وتفاوضه وتجيبه مصر وتمشيه من مصر وتضيع وقتك على الفاضي. طيب خليني اخيرا كده اسالك عن رايك في الصفقات اللي عملها نادي الزمالك مؤخرا. طبعا انت شايف كم كبير جدا من الصفقات حصلت. هو الفكره المثيره للجدل كم اللاعبين في مكان واحد. صحيح. بستايل واحد، صلاح عاشور ويوسف اوباما وعبد الله جمعه ومحمد الشامي، ويعني تقريبا 12 او 13 واحد بيلعبوا تحت راس الحربه. فده برضه يعني موضوع غريب. يعني انت جايب كم اللعيبه دي؟ يعني لو ايمن حفني سليم، ال 12 لعيب دول مش هيلعبوا. صحيح. ففكره يعني غريبه، ومش عارف يعني على اي اساس تم ده. يعني انت محمد رمضان هو نفس ستايل احمد مدبولي، نفس ستايل صلاح عاشور، يعني باختلاف ان ده بيلعب رقم 10 او ده بيلعب جناح، بس ممكن توظفه في مكان الراس تحت راس الحربه رقم 10. يعني كلها حاجات بسيطه وتعديلات اساسها ان انا المفروض لو انا عندي مدير فني وهفرجه على اللعيبه دي وهو يحدد الاحتياجات، ده اللي هيعمل معايا الفرق. صحيح. بخلاف ان نادي الزمالك عنده نقطه مهمه جدا هي السبب الاساسي دي، ان الهيكل الاساسي للفريق والقوام بتاع الفريق اللي هو النادي محتاجه واللعيبه زي الاهلي مثلا. يعني الاهلي موجود شريف اكرامي، وموجود ثوابت سعد سمير، موجود حسام عاشور، موجود عبد الله السعيد، في خمسه سته لعيبه اساسيين، وبضيف عليهم او بضيف بعمل اضافات، واللعيب اللي ما بيظهرش السنه دي بيظهر السنه اللي بعدها وهكذا. حتى بنشوف ان اللعيب اللي الاهلي بيتعاقد معاه جديد بيلاقي صعوبه انه يدخل في التشكيل الاساسي لان في ثوابت في الفريق والفريق. صحيح. ماشي عليها وبتكمل. لكن في الزمالك اللعيبه بتتغير، ولما يجي مدير فني يثبت تشكيل رئيس النادي يقول لك اللعيبه اللي انا جبتها جديده ما بتلعبش ليه؟ فبالتالي الموضوع في الزمالك بيدار بعشوائيه شديده وبوجهه نظر غير فنيه تماما، وده السبب الرئيسي في ازمه نادي الزمالك، ان ما فيش مدير فني موجود على المدى الطويل وما فيش لعيبه بتكمل. فكون ان النادي حتى الان متعاقد مع حوالي 62 لعيب في الفتره اللي تولى فيها مجلس الاداره الجديد، ده كم مبالغ فيه جدا من اللعيبه. واعتقد ان الزمالك حتى الان يعني البدايه دي لا تبشر بالخير لمستقبل نادي الزمالك في ظل وجود الاداره الحاليه. صحيح. استاذ عبد الرحمن، عايز اسالك برضو، الافضل لنادي الزمالك ان هو يتعاقد مع مدير فني اجنبي في الفتره اللي جايه، ولا الافضل ان هو يكون مدير فني مصري عشان يكون على الاقل عنده فكره عن اللعيبه وعارف الامكانيات بتاعت اللعيبه؟ لو جابوا دلوقتي مدير فني اجنبي لسه هيتعرف على اللعيبه وما عندوش اي فكره اكيد عن الدوري المصري، ولا هيكون متابعه؟ هو طوق النجاه لنادي الزمالك بالاصل انه يجيب مدير فني اجنبي بشخصيه قويه قادر على عزل اللاعبين عن رئيس النادي. لو ده حصل
يعني الحاجات الصغيره البسيطه يعني في خلال اسبوعين هينزل لو الوقت يعني عامل الوقت مهم جدا. المدرب لو جه في الفتره الباقي على الدوري بسرعه شديده الدوري هيبتدي يوم 8 9 يعني ما فيش اسبوعين اصلا يعني ما هو خلال اسبوعين يعني اعتقد انه خلال اسبوعين هيقدر يقف على امكانيات اللعيبه اللي عنده خصوصا ان هم خلاص يعني هو عنده كم من اللعيبه هيتفرج عليه وهيبدا يشوف يعني هي نفس هو الكابتن طارق يحيى مثلا او اي مدرب من المدربين المصريين في كل الاحوال هو مثلا عارف اللعيبه بس ما شافش امكانياتها مع الزمالك اي مدرب هيجي هيتفرج على اللعيبه وهيبدا يعني يحدد الشكل اللي هو هيلعب بيه. الاساس في القصه الشخصيه بتاعه المدرب رقم واحد وقدرته على عزل اللعيبه والسيطره عليهم ويبقى ظهر ليهم في وجه الانتقادات وان هو يحميهم من كل حاجه ويحميهم من نفسهم ويقدر يخلق جو من التماسك بين اللعيبه وتنميه القدرات بتاعتهم في الفترة القادمة بحيث ان هو يبعدهم تماما عن ادارة النادي. ده الحل الوحيد ليه علشان يقدر نادي الزمالك يبدأ بداية كويسة السنة اللي جاية. يعني مدير فني اجنبي لا محالة هو طوق النجاة لنادي الزمالك. شكرا ليك استاذ عبد الرحمن الشويخ الناقد الرياضي. ولسه مكملين معاكم اخبار نادي الزمالك واللي انهى اتفاقه مع اداره نادي طلائع الجيش عشان يضم محمد اشرف رؤى للقلعه البيضاء بعد جلسه اداره نادي الزمالك مع اداره طلائع الجيش امبارح واللي كانت فيها مرونه كبيره جدا من اداره طلائع الجيش ومفاوضات ما اخدتش وقت طويل. اللاعب وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمده 5 سنين وده مقابل انتقال الثنائي محمد ناصف واحمد سمير لاعبي نادي الزمالك لصفوف الطلائع مع دفع نادي الزمالك ل 9 مليون جنيه على دفعتين. نادي الزمالك هيستلم الاستغناء الخاص باللاعب النهارده عشان يقدر يقيده في قائمه الفريق خلال فتره القيد الثانيه. محمد اشرف رؤى هينتظم في تدريبات نادي الزمالك ان شاء الله من يوم السبت اللي جاي. ومكملين مع نادي الزمالك ولغايه دلوقتي ما حسمش صفقه اعاره محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك لنادي الرائد السعودي وان خلاص الصفقه بنسبه كبيره جدا مهدده بالفشل. نادي الزمالك مصمم انه ياخد قيمه الصفقه 100,000 دولار كاش لكن الرائد عرض انه يقسط المبلغ على دفعتين وبيحاول دلوقتي مسؤولين فريق الرائد السعودي ان هم يقنعوا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه يحصل على قيمه الصفقه على دفعتين لكن المستشار مرتضى منصور مصمم انه ياخد قيمه الصفقه كاش. نادي الرائد السعودي اخذ قرار ان في حاله اصرار نادي الزمالك على دفع قيمه الصفقه كاش هيقفلوا الموضوع تماما وقال الزمالك قدامكم فرصه 24 ساعه فكروا وردوا علينا.